بس انا اكبر قدوه كمان بالنسبه لي جماهير نادي الزمالك طبعا، اللي مع الانكسارات بتزيد ومع اي سقوط بتدعم وصوتها بيعلى طبعا. جماهير الزمالك قماشه مختلفه والله، لا بغزلهم ولا بتاع، بالعكس احنا من جماهير نادي الزمالك احنا تعودنا ان جماهير نادي الزمالك بتقف معاه يعني اكتر في المشكلات يا كابتن خالد لما بيواجه ازمات، مش في الافراح. في جماهير تانية بتشجع فرقها لانها بتاخد بطوله، لا احنا بنشجع فريقنا عشان ياخد بطوله، ووقت ما تيجي البطوله اهلا بيها، لكن طول الوقت احنا في ظهر نادي الزمالك. انا هنا بيحضرني يعني يمكن جمله كان دايما يقولوها، يقولك في حاله الانتصار ازدادوا لك فخرا، ازدادوا بك فخرا، في حاله الانكسار ازدادوا اليك عشقا او بك عشقا. يعني ده جمهور نادي الزمالك، دي الترجمه الحقيقيه لمشاعر جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك بتحب الكيان سواء فايز او خسران، لكن اللي بيعز بقى في نفوسنا احنا واللي اثر فينا اللي قاله منتصر انه يطلع ناس منك مش من حد تاني، مش مننا، خلي بالك مش مننا، لا مش مننا، لا انا بتكلم ناس محسوبه على الزمالك او بيحسبوا نفسهم على الزمالك. عشان كده استاذ سبحان، ما هو ده اللي زعلك. يعني انا خلاص انا وانا بكمل جمله، انا هسيبك والله. في وقت النهارده النادي الاهلي بيعمل 40 قضيه على مرتضى منصور، في وقت عماد متعب طالع يقضي الزمالك، في وقت كهربا طالع بكره عنده ماتش ولا بتاع، ولجنه الانضباط لحد النهارده لا اجتمعت ولا خدت فيه قرار، وانا قاعد بتكلم على السوشيال ميديا، بعض السوشيال ميديا الزمالك كله. ما انا عشان كده بقول لك إيه؟ يا جماعه احنا في غيبوبه. عشان كده بقول لك يا عم فوق يا جماعه اللي بيحصل للفرقه. يا عم انا غلطان وبعدين إيه؟ مش هتقف جنب نادي الزمالك؟ يبقى انت مش زملكاوي. ما يقفش تشجيع الزمالك لازم على اصحاب القلوب الضعيفه. بص اللي ما عندوش قلب قوي واللي قلبه مش ميت يدور على فرقه سهله بتجيب بطوله بتجيب بتاع، روح شجع حد تاني. الزمالك للرجال فقط، تشجيع الزمالك للرجال فقط، اصحاب القلوب الضعيفه ما لهمش مكان في المنظومه بتاعه نادي الزمالك. لا والسيدات والبنات والاطفال، لا ما هم رجاله برضو. اه طبعا اي ست طبعًا. او بنت زملكاويه فوق راسي ده تشجيعها وفهمها لكره القدم بيفوق فهم بعض الرجاله عند بعض انديه تانية. انا مش انا بقولها جزافا يعني، كلهم رجاله بما فيهم ستات نادي الزمالك. بالعكس والله اكثر تعصبا للزمالك سيدات الزمالك من بعض الرجال. فالفكرة يا كابتن خالد انا بقولك ان الزمالك عنده ظروف مختلفة، نادي مختلف، نادي بيحارب منظومة كاملة، نادي طول الوقت، وده حلاوته طبعا. يعني انا واقف مع المستشار مرتضى منصور، انا اول مرة اشوفه من شهور والله، لقيته واقف بيتخانق في التليفون عشان موضوع كهربا والعقوبة اللي لازم تطلع. انا قدرته بعدت عنه مشيت لانه كان في حالة انفعال كبيرة جدا، مش مهم اقول كان بيكلم مين، لكن الفكرة انك انت طول الوقت لازم تبقى عينيك مفتحة. خسرت ماتش هفضل طول الوقت باصص قدامي؟ هفضل باصص في الارض ونزل على وشي زي ما كان باسم بيعمل دلوقتي محمد؟ يبقى مش هقوم، مش هرجع، مش هتوج تاني، مش هوصل لمنصة التتويج. كابتن خالد بقولها للمرة الالف، جماهير نادي الزمالك انتوا السند وانتوا الظهر. لو استمرت حالة الانقسام او حالة التوتر اللي موجود او بعض المأجورين، انا هضطر اقولها بقى اسمهم ايه البيضه بتقول؟ البيضه مرتشيه. اه حاولوا ان هم يلعبوا بعقول جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك اقوى من كده واوعى من كده، لانها بتشجع الزمالك للمتعه مش للقب. مش بقعد اعد عندي 42 و45، لا 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 لا، جماهير عندها وعي بتطلع عشان عشقها ال 90 دقيقه لنادي الزمالك. فبالتالي انا ما عنديش شك خالص في ولاء وانتماء ودعم جماهير نادي الزمالك الحقيقيه لفريقها. احنا عايزين نفوق لان في ملفات اهم من احنا نقعد نشكك ونخون في بعض. هو ده